يعني انتوا كده سبتوا بعض؟ معرفش. هو ايه اللي متعرفش يعني؟ هو اللي حصل بقى. يعني ايه هو اللي حصل؟ طب انت كلمتها؟ مش بترد عليا. كلمتها ولا بس خلاص بقى؟ اتفضل يا دكتور. اتفضل. مساء الخير. البنات قالوا انك وحشهم فقلت لازم اجيبهم واجي لك. ترحب بينا ولا نمشي؟ اتوحشتوني. حالك اكتر والله يا انكل. ازيك يا ليلى؟ ازي حضرتك؟ اخبار الدراسه ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. اتفضل اقعد يا منى. بعد اذنك يا باشمهندس انا كنت عايزك في كلمتين على انفراد. طبعا. ولو تسمح عايز علي واروى معانا. اوكي اتفضل. اتفضل يا بنات ترتاح. اتفضل. تعالى نروح نلعب يا بنات. مراد عايزك. انا اسفه. انا اسف. انا عمري ما احب ان انت تضري. ربنا يخليك ليا. انت فينك كده بقالك كام يوم؟ ولا حاجة، مذاكرة وجامعة وبيت عادي. يعني قابلت يوسف؟ قابلته النهاردة. قال لك حاجة؟ عن الشغل وكده يعني. ما تيجوا تقعدوا معانا عشان نشوف بيقولوا ايه. يلا. أول ما أروى قالت لي أنا قلت أجيب البنات وأجيلك علشان نفكر مع بعض هنفرحهم ازاي. وبما اني ابو اروى فانا بطلب علي منك زي المثل ما بيقول اخطب لبنتك. صراحه يا بابا انا عايز اقول لك بقالي فتره بس مش عارف يعني. مين قال لك ان انا ما اعرفش؟ وساكت ليه يا ابو علي؟ انا عارفه يا انكل ان موضوع ماما هو المشكله. انا قلت لبابا بس هو عنده وجهه نظر تانية. يا حبيبتي بما اني انا وانكل حسن موافقين فنادي اكيد مش هتعترض. عارف المشكله فين يا حسن؟ فين يا يحيى؟ فيك انت ونادية. انا استحاله هقف في طريق سعاده ابني مهما حصل. اه انا بحب نادية وقفلت كل المساحات اللي ممكن تخلينا نتقابل بس هتصرف يعني. طالما علي واروى مبسوطين فده عندي بالدنيا واللي فيها. انا ممكن اكلم نادية عادي جدا. ربنا يخليك ليا. خليكي ليا يا حبيبتي. انا اول مره احس ان انا بعمل حاجه مفيده ليكي في حياتي. ويا ريت تسامحيني على كل اللي فات. انت بقى عاوز تكبرني يا ابن اللذينة؟ انا عارف انك هتيجي على نفسك شويه عشان حبيبي. ربنا يسعدكم يا رب. يا اولاد تعالوا. ما يكون اذا مامير ولا اختراع. يا اولاد انا لازم اقول لكم على الخبر السعيد. علي هيخطب اروى بنسبه 70%. طب وبقيت 30%؟ سيد نادية بس خير إن شاء الله. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14.99 جنيه وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه. أروى! هند! هما فين؟ نادية؟ حسن؟ إيه ده؟ أنت بتعمل إيه هنا؟ أنت اللي بتعمل إيه هنا؟ ده بيت أختي. بيت أختك إزاي يعني؟ بيت زينب أختي. شو وقت تهريج يا حسن؟ أنا مش بهرج، ده بيت زينب أختي، وأنا كنت بره في مشوار، كلمني علي قال لي في مصيبة تعالى جري، جيت جري ما لقيتش العربية ولا العيال. أنت بقى إيه اللي جابك هنا أصلاً؟ هند عندها رحلة مع الكلية بتاعتها، جيت وصلتها هي واخواتها، قالت لي يلا نقضي اليوم، الجي بي اس وصلنا هنا، نزلوا عشان يكلموا اصحاب هند ويجيبوا مية ومش لاقياهم. موبايلاتهم مقفولة؟ ايوه. اه. يبقى العيال دي مرتبين حاجة مع بعض على فكرة. مرتبين ايه؟ معرفش، ده اللي أنا استنتجته. هما ازاي يعملوا كده؟ لا، وطي صوتك بقى عشان نعرف نتصرف مع الموضوع ده ازاي. أنا عاوز أمشي. اتفضلي امشي.
ما تتكلم كويس. انا بتكلم كويس. هو انت مفيش فايده فيك ابدا. انا ولا انت؟ انت. لا انت. انت ليه قدمت استقالتك؟ عشان عاوز ابعد عنك. براحتك. هو انت عايزه ايه يا ناديه؟ مش اتفقنا نبقى اصحاب؟ هو اصحاب يعني معناه انك تقدم استقالتك؟ مش عاوزين نضحك على نفسنا يا ناديه، احنا مش هننفع نبقى اصحاب. ليه؟ عشان بحبك. مش قادر انساكي. مش قادر اتنيل انساكي. ولا قادر اتنيل ابطل تفكير فيك. ولا قادر اتنيل اقرب لك. تتنيل؟ اه اتنيل. هو اللي انا فيه ده مش نيله؟ انا حبيتك اكتر ما حبيتيني. وانت سبتيني بمنتهى البساطه. مين قالك؟ اللي انت عملتيه هو اللي قال لي يا نادي. رغم جسارتك وعظمه اللي انت عملتيه في انك تاخدي قرار تبتدي حياتك من جديد وانت اللي قافله على نفسك العمر ده كله، بس عند اول ازمه يا ناديه طبيعتك غلبتك. انا مش بلومك، انا بس زعلان منك. زعلان منك قوي. احنا كنا حلوين قوي مع بعض يا ناديه. كان اي صوره لينا اللي يبص عليها هيلاقي حب ودفى وامان ملوش حدود. انا حبيتك يا ناديه مش حب رومانسي من كل الناس بتتجوز بيه دلوقتي ويعملوا طموحات عاليه وفي الاخر تنتهي بفشل. انا ما عملتش كده عشان عارف يعني ايه حب. حب يعني احفظك اصونك يبقى خيرك قبل خيري وافكر فينا احنا الاثنين مش في نفسي وبس. ربنا سبحانه هو اللي كتب لنا اللقاء يا ناديه والنصيب جمعنا. وانا كنت طاير من الفرح لما ربنا بعتك ليا في الميعاد المظبوط. عشان تدابير ربنا ما فيش اعظم منها. خلصت كلامك؟ اه خلصت كلامي. ممكن تمشي لو عايزه. انا همشي بس مستنيه البنات. طيب ما احنا محتاجين نفهم العيال كلها ان اللي بينا انتهى ومش هينفع نرجع تاني، بس نفهمهم بهدوء. ممكن؟ انا ما كنتش بحب الكلمه دي. كلمه ايه؟ ممكن. اشمعنى؟ كنت دايما بسأل نفسي قبل ما اخد اي قرار، ممكن يا نادية تعملي كده؟ ودايما ردي كان بيبقى لا مش ممكن. من وانا صغيرة اتعودت ان رد ممكن لا مش ممكن، حتى في الحاجات العادية اللي كان ممكن اقول عليها ممكن. بس انا ما عملتش معاك انت كده. اول لما عرفتك وانا قلت ممكن تسأل نفسي يا نادية بس انتي بطيئة قوي في قراراتك وحسن سريع في قراراته، تفتكري تنفعوا لبعض؟ كنت اقول ممكن. ولما خدت التجربة معاك ولقيت انها مش ممكن بعدت ايا كانت بقى الاسباب. انا خارجة من حكايتنا وانا حابة ممكن اللي قلتها معاك. انت خلتني احبها يا حسن، ويمكن حبيتها اكتر لما بعدت. النهاردة قلت لنفسي ممكن تسيبي نفسك تخلي البنات تضحك عليكي وتعملي نفسك مش واخدة بالك انك رايحة تقابلي حسن، ولما تقابلي حسن ممكن تضحكي عليه وتمثلي انك مش عاوزاه مع انك مش عارفة تعيشي من غيره. حسن انا عشت معاك كل حاجة اتحرمت منها، فعلا حسيت معاك بالامان. فتفضل دلوقتي اطلب ايدي للجواز. ممكن؟ ممكن. خليني جنبك، خليني في حضن قلبك، خليني وسيبني أحلم، وسيبني وسيبني أحلم، وسيبني وسيبني. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.